أهلا وسهلا بكم. منذ عام 2006 وهمو البطالة تلاحق خريجي الكيمياء الحيوية في السعودية بعد أن تبرأت وزارة الصحة من توظيفهم بحجة عدم أهليتهم أو نواهلات تكون صالحة للعمل أمام المحاكم الشرعية في وقت يعني عزف عن استقبالهم القطاع الخاص بمبررات ذاتها. وفي المقابل أيضا الأمراض السرطانية تهدد أساتذة الكيمياء العضوية، الأمراض السرطانية والعقم أيضا تهدد هذول الأساتذة في جامعات المملكة نتيجة لتعرضهم لمواد مسرطنة وسامة جرى حظر استخدامها في الكثير من الدول المتقدمة، والتي أبرزها مادة فورما الدهايد إذا كنت قلتها صح، التي حذرت منها وزارة التجارة أخيرا بعد اعترافها بوجود أحذية مسرطنة بذات المادة الكيميائية وتباع في الأسواق المحلية بلا رقابة. فلماذا ترفض الصحة خريجي الكيمياء الحيوية؟ ولماذا لا تزال مختبرات الجامعات السعودية تعتمد على المواد السامة والخطرة في أعمالها؟ وما حقيقة إصابة بعض أساتذة الكيمياء العضوية بالعقم؟ وما قصة إغراق السوق السعودي بالأحذية المسرطنة؟ وما هو موقف كل من وزارة الصحة والخدمة المدنية والتجارة من كل هذه القضايا؟ المزيد من التفاصيل في هذا التقرير لمحمد الحبيب، ثم نعود للنقاش بعدها. أربع سنوات تضيع من أيدي طلبة الكيمياء الحيوية تتبدد بعد عناء دراسة البكالوريوس. فهذين الطالبين هم من مجموعة طلبة أتموا دراستهم في الجامعات السعودية للوصول إلى مفاجأة عدم وجود شواغل لهم بين تخصصاتهم سوى بمهنة فني مختبرات، بالرغم من فرعهم الاختصاصي الذي يذكرنا بأهميته. العالمة حياة سندي التي لم تجد مأوى لها سوى في أمريكا. المشكلة طول عمرك بعد دراستنا في قسم الكيمياء الحيوية وتخرجنا من الجامعة وذهابك لميدان العمل وتقدم على المستشفيات في المجال الصحي ما هو معترف فيك إلا لابد من تصنيف هيئة التخصصات الصحية. والمشكلة التصنيف لابد أنك أنت بتسعى له. كيف؟ فإنك بتحاول أنك بتدور أي مستشفى تتفق معه أو يحاول أن المستشفى يوافق على تدريبك كطالب بحكم تخصصك. فخلال مدة سنة تدريب بتصنف، لكن عملية تصنيفك بتكون كفني ليس كخصائي. قضى عبد الله ومشاري بحثهم عن عمل وسط تجادل بين أحقيتهم في الأمكنة من عدمها وسط تجاهل الجهة المعنية في وضعهم كطلبة الذي يستلزم وجود سنوات أخرى من التدريب من الجامعة أو غيرها. بعد ما قدمت على المستشفيات في مستشفى معين مدينة الملك فهد الطبية، طبعا تكلمت أنا قلت كيف نظام العمل، كيف أسلم وظيفة وزي كذا. طبعا بتكون أنت الآن فني مختبرات. هذا الفني مختبرات يكون نفس اللي هو الدبلوم، الطالب الدبلوم يدرس سنتين لسنتين ونص هو نفس الطالب البكالوريا الكيمياء حيوي. هي الآن في القسم ليش ما يكون هناك سنة امتياز للطالب البكالوريا أو طالبة البكالوريا، بحيث أنه لما يذهب إلى سوق العمل الوظيفي يكون هو جاهز للمختبرات، يكون لا والله عنده هذا سنة امتياز، والله هذا له أولوية مثل العلوم الطبية التطبيقية. هم ليسوا الوحيدين، فمختلف التخصصات لدينا في السعودية تعاني من عدم وجود خارطة لكمية المدخلات من الطلبة والمخرجات لتوفير فرص وظيفية لديهم وكيفية توازن التناسب فيها. ففي آخر إحصائية وصل عدد الخريجين إلى 123 ألف طالب وطالبة، إضافة إلى من قبلهم لم يجدوا أي وظيفة. الكيمياء الحيوية كانت في فترة من الفترات تأخذ حيز كبير جدا في التوظيف في القطاعات الصحية وتحديدا في المختبرات الصحية، وأخذت ذلك سنين. بعد ذلك اللي هو رأت القطاعات الصحية أن يكون لدى الطالب الخريج الكيمياء الحيوية وغيره اللي هو تأهيل، برنامج تأهيلي. هذا البرنامج التأهيلي في الكيمياء الحيوية، تخصصات الكيمياء الحيوية في جامعات المملكة لا يوجد، لكن هناك مبادرات قامت بها بعض الجامعات
وبالتالي المبادرات هذه قد تكون توقفت إلى حد ما. الرؤية التي يعني في مثل هذا الموضوع حلها تأتي بحل مشترك ما بين الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وما بين بعض الجامعات السعودية. ومن قسم الكيمياء تنتج مشكلة تؤرق أيضا تلك المختبرات المليئة بالأسرار، ف 25% من أساتذة الكيمياء في الجامعات السعودية مصابون بالعقم نتيجة لغياب وسائل السلامة خلال التعامل مع مادة الفورمالديهايد المسرطنة، والتي تستخدم في التحنيط بوسط المختبرات، والتي منعت مؤخرا في عدد من الجهات نظرا لخطورتها خصوصا في أمريكا، إلا أنها ما زالت تستخدم في السعودية. محمد الحبيب لبرنامج هلا الرياض. شكرا محمد. حول هذا الموضوع معنا في استديوهاتنا من الرياض الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور محمد العبد اللطيف، وينضم لنا من استديوهاتنا في جدة أستاذ علم البيئة في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور علي عشقي. أبدأ معك أستاذ محمد، كيف دكتور محمد كيف تعلق على ما جاء في التقرير، ومن المسؤول عن معالجة قضيتهم برأيك؟ أولا أهلا بك يا خالي وبالضيفك وبالمستمعين الكرام. الكيمياء الحيوية يا أخي هذه من أهم مكونات الدراسات الطبية، وهي تجمع بين الكيمياء وبين الأحياء. إذا عرفنا فقط أن التنفس هو مادة كيميائية أو تفاعل كيميائي، عملية الهضم أيضا هي عملية كيميائية حيوية. جميع أبحاث النانو الآن اللي موجودة في العالم وأغلبها مسلط على الكيمياء الحيوية. طبعا لا شك المتخصص، أنا لست متخصصا ولكن ما أعرف أنا أنه المتخصص في الكيمياء الحيوية يملك مؤهل أعلى من فني مختبر. فأنا أستغرب كيف يتخرج طلاب في هالمجالين المهمين اللي هما الأحياء والكيمياء مجموعات مع بعض ثم لا يجدون عمل. أنا أعتقد أنه لو بحثنا في الجامعات مثلا، لأنه مادة الكيمياء الحيوية تدرس للطب ثلاث فصول، بعض الخريجين يستطيع أن يدرس بعض المواد هذه خاصة على المستويات الأدنى، ولكن هذا يضع سؤال كبير أنه التنمية عندنا لا تواكب مخرجات التعليم. يعني ليس التعليم لا يواكب التنمية، هي التنمية التي لا تواكب التعليم. نحن عندنا تضخم في قطاعات وبينما عندنا شح في قطاعات أخرى. ولذلك أنا أعتقد أنه العملية هي عملية سوء تدبير فقط. الأمر الآخر اللي أحب أتكلم عنه هو عن الفورمالديهايد اللي هو الفورمالين. أنا لم أسمع عن هذه الدراسة حقيقة، وبحثت عن الآن في الأنترنت ولم أجدها. ولكن عموما الانكشاف على مادة كيميائية لمدة طويلة لابد أن يسبب آثار جانبية بشكل أو بآخر. ولكن هناك عادة في العلم، عندما نتكلم في العلم نتكلم عن نوعين من العلاقات، وأرجو أن نحن ما نخلط بينهم. أولا اللي هي العلاقات اللي تسمى correlational، بمعنى أن يكون هناك عامل أو ترابط بين وجود شيء ما، وجود X ووجود نتائج Y. والأسباب والعلاقة الأخرى هي العلاقة السببية اللي هو أن X يسبب Y، وهنا فرق كبير بين الأثنتين. أنا لا أعتقد أن الفورمالين، لأنه ما زال مستخدم في العالم والكلام أنه منع في أمريكا، أنا أتمنى أنه يكون كلام دقيق يعني، وما زالت الناس تستخدمه، ولكن يفترض اللي يستخدم المادة هذه أنه يستخدمها بقفازات، وأنه لا يستنشق الغازات اللي تخرج منها، يعني يكون عليه فيس ماسك. وإذا كان أساتذة الجامعة لا يعرفون الإجراءات هذه فنحن طبعا أمام مشكلة يعني. ولكن عموما أنا سمعت أيضا، يعني دعنا نأخذ المشكلة الأخرى، أنه في نسبة زيادة في نسبة العقم حتى في الناس الذين لا يعملون في المختبرات هذه، لأن نتيجة لأسباب بيئية أخرى. فإحنا لابد حتى نثبت أن الفورمالين أو الفورمالديهايد هو المسبب للعقم، لابد أن نعزل هالعوامل هذه كلها ونبقي فقط احتكاكهم مدة طويلة بالفورمالديهايد. وهذا أمر يحتاج إلى دراسة طويلة وإلى أن تثبت علميا يعني، وأن تكون علاقة سببية. نعم. وأيضا فيه علاقة ترابط بينهما يعني. نعم. دكتور علي، قلت لصحيفة الحياة في 26 ديسمبر 2011 أن 25% من أساتذة الكيمياء العضوية في الجامعات السعودية مصابون بالعقم،
ما صحة يعني هذا التصريح الخطير؟ وما هي خلفية هذه المعلومة؟ على أي أساس؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني بالنسبة للفورمالين، يعني هذه عاشر مصنع في أمريكا في الولايات المتحدة يصنع، ومعروف في جميع المعامل الأمريكية وفي الجامعات خطورة هذه المادة، وأنها بتسبب لا يعني ما في شك ولا أحد يشكك في أنها تصيب بمرض السرطان. وأوشا اللي هي وكالة حماية المهنيين في أمريكا حددت نسبة تركيز معينة مقدارها 75 جزء في المليون، يعني 0.75 بارت بير مليون مسموح به في المعامل لطلبة الطب وطلبة العلوم، وما تجاوز عن ذلك فبيركبوا نوع من السنسور، نوع بيضرب جهاز إنزال لو تجاوزت كمية تركيز الفورمالدهايد. وعلى فكرة ما هو فورمالدهايد، هو الفورمالدهايد غاز. الفورمالين الفورمالهايد لما تضيف عليه كحول بيصير فورمالين. فلما بيحطوا الإنزال هذا بتضرب. في قوانين في الـ ABA وكالة حماية الطاقة الأمريكية والأوشا إنه لو تجاوزت النسبة هذه يقفلوا المنشأة كلها. وهذا على فكرة الفورمالين ليس هو موجود فقط في الأحذية، ولا موجود في كل الصناعات. يعني قدامك كنت جالس في الغرفة، جميع الأبواب الخشبية وجميع المواد الأثاث الفرنتشر هذه كلها موجودة من مادة المدخل فيها صناعة الفورمالين. لكن المادة هذه مقيدة في أمريكا بنسبة معينة، لكن إحنا اللي بيجينا من دول تانية ما بتتقيد بالنسبة هذه. لذلك إحنا بنطالب إنه يكون عندنا جهة معينة بتكشف على كمية ونسبة تركيز هذه المواد نسبة الفورمالين في جميع الحاجات اللي نستخدمها يوميا في حياتنا. يعني تركب السيارة حقتك، الأثاث في السيارة كله مصنوع مادة الفورمالين، الأحذية الله يكرمك يدخل فيها الفورمالين، البويات في البيت يدخل فيها الفورمالين، كل الحاجات تدخل فيها الفورمالين. بس النسبة حقته قد إيش؟ إذا كانت تجاوزت نسبة واحد، إحنا ممكن يتجاوز عن واحد جزء في المليون، ممكن يتجاوز عن جزء في المليون، لكن ما زاد عن ذلك فهو مسبب للسرطان. وهذا كلام لا نقاش به، واللي بده يتأكد يرجع للأوشا ويرجع لحماية الطاقة، وكالة حماية البيئة الأمريكية الـ ABA. هذا كلام مفروغ ولا يبغى له جدال، والمفروض إحنا نأكد على الدولة النظر بعناية خاصة بالنسبة لطلبة كلية الطب في المشارح اللي بيستخدموها في أقسام التشريح. إنه أنا بشوف إنه عملية نسبة الكمية غاز الفورمالين في المعامل مرتفعة جدا، قد تتجاوز 20 30 إلى 50 جزء بالمليون، يعني عدت الخطوط الحمراء بشكل كبير جدا. ومبس كل اللي بيدرسوا الكيمياء يعرفوا، واللي في أقسام التشريح واللي في معامل التشريح بيعرفوا وبيشموا الريحة هذه. نعم. طيب دكتور علي، ودي أسألك بس، يعني أنت تحدثت عن هذه المعلومة لما قلتها، يعني بنيت على دراسة استقصاء أم أن معلومة لديك يعني تقديرية فقط؟ لا أنا الكلام هذا يا علي أنا ما أطلقه جزافا، كان هذا بناء على معلومات قريتها وموثقة في نشرات علمية، مستعد أدي أي إنسان منها إذا كان يبغى. يعني أنا الكلام هذا أنا دائما على الجامعات السعودية. شوف أنا خلينا بس أقول لك بصراحة، أنا طالب كنت في الجامعات السعودية. نعم. وكنت أستاذ في الجامعات السعودية. من ملاحظات الخاصة أني لقيت كثير من أساتذة الكيمياء العضوية المحترمين عندنا في الغالب أنه يطلع فيهم 2 أو 3 مصابين بالعقم. نعم. يعني شو اسمه، إن شاء الله ما نخوفهم. الحين كنا نتكلم دائما على الفساد، الحين نكبهم موضوع العقم. هم عالمين بالشيء هذا، وعارفينه، هم عارفين الشيء هذا. نعم. طيب خلاص نطلع فاصل أجل كذا، نرجع بعدين نتكلم عن التوظيف أحسن. فاصل ونعود لكم بعد قليل. لازلنا على التهديد الذي يطارد أساتذة الكيمياء العضوية، كان إصابتهم بالعقم. أيضا تحدث عن خريجي الكيمياء الحيوية، يعني يقعون في فخ البطالة، كل واحد يركلهم في جهة. ضيوفي الأعزاء من استودياتنا في رياض الأكاديمي والكاتب الصحفي الدكتور محمد العبد اللطيف، وأيضا ضيفنا العزيز من جدة أستاذ علم البيئة في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور علي عشقي. دكتور محمد، يعني
عشرات الحقيقة من خريجي الكيمياء الحيوية اشتكوا. وزارة الصحة لدى ديوان المظالم في يناير 2006 المطالبة بتوظيفهم، إلا أن الصحة شككت في أهلية الخريجين ومستواهم العلمي وامتنعت عن توظيفهم، في حين رأى المراقبون أنه كان لزاما على وزارة الصحة معالجة الخلل من خلال إعادة تأهيلهم وتوظيفهم بدلا من استقدام الوافدين لهذا الغرض. يعني أين الصواب والخطأ في كل يعني هذا برأيك؟ أولا يا أخ علي، أنا أود أن أنوه إلى شيء معين، وهو أنه ما فيه شيء اسمه دراسات طب. يعني دراسة طب، طب كعلم كمجال ما فيه. هناك مجموعة مجالات دراسات في مجملها تشكل ما يسمى بالطب، منها دراسة الكيمياء الحيوية، منها دراسة الفيزياء، منها دراسة علم الأمراض اللي هو الباثولوجي، منها دراسة التشريح، منها دراسة هذه عندما تجمعها، منها دراسة الفارماكولوجي اللي هي دراسة الصيدلة، فلما تجمعها كلها تصير طب. فالكيمياء الحيوية جزء أساسي من دراسات الطب، هذه واحدة. عندما تتكلم هيئة التخصصات الطبية عن هالمجالات هذه، هي لا تتكلم عن المجالات المتعلقة بالطب، هي تتكلم عن التخصصات التي تمارس بعد إنهاء دراسات الطب. وهنا فيه خلل كبير. أنا أتصور أنه فيه خلل في التصنيف الوظيفي، بمعنى أنه أحيانا عندما تطلب الوظائف ما يكون فيه وظائف بمسمى مثلا خبير كيميائي حيوي أو مثلا مشرف كيميائي حيوي، ولكن هؤلاء الناس جدا مهمين في الإشراف على مجالات مثل التغذية، مجالات مثل حسابات الهضم والسكر والحاجات هذه، هذه مجالاتهم، مجالات الدراسات الخلايا والحاجات هذه، هذه جدا مجالات مهمة يعني. وأنا أتصور أنه إذا كان المصيبة أيضا إذا كان فيه أجانب يمارسون أو لا أود استخدام كلمة أجانب، إذا فيه ضيوف ولا وافدين يمارسون التخصصات هذه بينما يحرم أبناء البلد فيها، فهذا يضيف يعني إشكال إلى الإشكال الموجود أساسا يعني. ولذلك أنا أرى أنه المتقدمين والذين تقدموا بشكوى إلى وزارة الصحة، أنا أرى أنهم محقين يعني. لا يجوز أنك أنت تدرسني 5 سنوات وبعدين تقول لي ابحث عن عمل وأروح أجد هيئة ليس لديها تصنيف لدي وتحاول أن مثلا توظفني في مجال أقل من مؤهلي. يعني فني مختبر هو أقل من أخصائي يعني كيمياء حيوية، وهذا مجال جدا حيوي وجدا مهم يعني. يعني دراسات النانو الآن كل جزء منها كبير هو في الكيمياء الحيوية يعني، وفي الخلية وفي رصد الخلية، رصد الخلية عن طريق الأجهزة الصغيرة، أجهزة فيديو. فإذا كنا فعلا عندنا مراكز أبحاث وعندنا كذا كما ندعي في دراسات النانو وكذا، فممكن حنا نستوعب هؤلاء الشباب يعني. نعم دكتور علي، رأيك أنت في الموضوع؟ والله أنا حقيقة بالنسبة زي ما قال الدكتور محمد، يعني بالنسبة لدراسة الطب هي عبارة عن أساسيات في البداية، منها البيوكيمستري أو هي الكيمياء الحيوية. يعني ما أعتقد أنه كلية الطب عندها ساعة تخرج واحد بيوكيمستري، لكن بيوكيمستري بيتخرج منه الطالب في كلية العلم كمتخصص في مادة الكيمياء الحيوية. وهذه المشكلة بتهيالي أنها تكمن في الخريجين كلية العلوم أكثر ما تكمن في خريجين كلية الطب. يعني هم بيدرسوا في كلية العلوم بتخرجوا من البيوكيمستري. لو جينا شفنا التخصص البيوكيمستري وشفنا هو بيتعامل مع إيه بالضبط، هو عبارة أنا في رأيي أنه تخصص دقيق. هو المرة يتعامل مع الوظائف الحيوية اللي بتصير في الجسم، زي الهضم الغذاء، زي التنفس، زي الرسالات العصبية في الجهاز العصبي، زي العمليات الوظيفية للكبد، زي تركيب الخلايا، الدي ان اي، الوراثة، هذه كلها تدخل تحت مظلة الآن. لذلك لا أعتقد أنه الخريجين حقونا من السهل أنهم يجدوا مكان يوظفهم، لأنه أساساً إحنا ما عندنا المعاهد البحثية اللي ممكن أنها تتقبل الناس هدول. هدول البيوكيمستري وظيفتهم في رأيي أنهم على متخصصين في معامل للأبحاث، لأنه يعني إيش بده يسوي واحد متخصص مثلاً في الدي ان اي في مستشفى ولا في مستوصف. لكن انا اشوف وارى انه يعاد يعني الناس هذول اللي تخرجوا من هذا انه يعاد تاهيلهم تعليميا
وانه يعاد توظيفهم لو في وزارة التدريب. لا شك ان قدراتهم العلمية عالية، لكن اذا كان ما لقوا وظيفة المفروض تتبناهم وزارة التربية والتعليم وتشغلهم كمدرسين للكيمياء العضوية او للبيولوجي للاحياء او لا، بدل ما يجلسوا من غير عمل. يعني لان وزارة الصحة ما اعتقد انها تقدر تستوعبهم، خلينا نكون صريحين مع بعض. نعم. لكن ممكن وزارة التربية والتعليم تستوعبهم. نعم دكتور علي، الصحافة السعودية كشفت في 28 ديسمبر 2011 مخاطبات بين وزارة التجارة والغرف التجارية تتضمن اعتراف بدخول أحذية وتباع في الأسواق بلا رقابة، خصوصا أنها تحمل يعني مواد كيميائية وأخرى سامة تحوي معدلات عالية من مادة الفورمالدهايد أو أنت يعني سميتها الفورمالين أو طبعا هذه مواد الفورمالين مسرطة. نعم. واعترفت وزارة التجارة في المخاطبات ذاتها بأنها لا تمتلك يعني مختبرات لكشف هذه الأحذية. كيف تعلق على هذه المعلومة وعلى هذا الاعتراف؟ والله شوف، أنا حقيقة لي تجربة مع هيئة الغذاء والدواء، يعني حقيقة أنا كنت أتمنى أنه لا نركز بس على الأحذية. يعني احنا عندنا كل المواد الغذائيه اللي بتجينا من برا ما نعرف ايش نسبه المواد الكميه الحافظه اللي فيها اللي يسموها الفود اديتيف، هل هي تمشي ضمن ما نصت عليها القوانين الدوليه او هي في زياده؟ احنا ما حد الى الان بيقول لنا الكلام هذا. يعني انا ما نعرف احنا سيبنا الامور هذه كلها وسيبنا كل الاغذيه المعلقه في السوبر ماركت اللي بنتعاطاها يوميا ومسكنا في الاحذيه. طب خلينا نشوف الاغذيه هذه الاول اللي بناكلها، هل هي ماشيه وفق للقوانين والأنظمة المعمول بها والصادرة من هيئة الأمم المتحدة؟ أي أكل معلب لابد يكون فيه مواد كيميائية حافظة عشان يحفظه، لو ما حطيته ما ينحفظ. فبعض الشركات عشان تطول أمد المادة هذه بتزيد كمية المادة الحافظة الكيميائية اللي فيها، وهذا بينعكس سلبا على صحة الإنسان. في يعني الأمور أنا أتمنى إنه نفس النهج اللي انتهجته هيئة الغذاء والدواء إنها تنتهج كمان وزارة التجارة في الموضوع هذا، إنه جميع الأغذية الموردة إلى المملكة إنها تخضع للكشف وللتحليل ويشوف نسبة الفود أديتيف اللي فيها هذه، هل هي ضمن المدى الآمن للاستهلاك الآدمي أو لا؟ لأنه ليش يفرق الدواء عن الغذاء؟ بالعكس إحنا بنستخدم الغذاء أكثر ما بنستخدم الدواء. نعم دكتور محمد، يعني تعليق ودي أسألك عن هل تتفق مع الدكتور علي في مسألة استيعاب هذول الخريجين؟ المفروض أن وزارة التربية والتعليم هي المعنية فيهم، وقالوا مبررات الدكتور أنا علي. لدي تعليق بسيط فقط. الدكتور علي أنا أتفق معه في أشياء كثيرة، وأنا أعتقد أن الدكتور علي عنده هاجس كبير فيما يتعلق بالصحة وأمور البيئة بشكل عام، ولكن أنا أرى تناقض هنا نوعا ما. عندما نتكلم ونقول لا نستطيع أن نستوعب مهندسين الكيمياء الحيوية، وثم وزارة التجارة تأتي تقول ليس لدينا مختبرات تراقب الأغذية، ما هم هؤلاء الناس هم الذين يعملون في المختبرات هذه، هيئة الغذاء والدواء تحتاجهم، وزارة التجارة تحتاجهم. أنا أتمنى من الدكتور علي أنه يعني يعلق على الموضوع هذا. المجالات مجالات دراسات الأغذية ودراسات المواد الحافظة التي تضاف لها والمنكهات والحاجات هذه جزء من الكيمياء الحيوية، لأنها تتعلق بكيف يستهلكها الإنسان والميتابوليزم وش الأشياء اللي تسببها أيضا فيما يتعلق بالضرر على الإنسان. فكيف احنا نقول والله احنا ليس لديهم وظائف، لا يتوفر لهم وظائف، بينما نحن في امس الحاجه لهم حتى انهم يعني يحموننا من بعض الاشياء اللي تكلمت عنها انت يا اخ علي. نعم دكتور علي تفضل. والله انا شوف حقيقه انا بتفق مع الدكتور محمد، لكن اذا كان توفرت البيئه للناس هذول في العمل في مختبرات عشان يفحصوا فيها المواد والأغذية القادمة، هذا شيء حلو انهم يشتغلوا فيها. لكن لو بدأنا احنا من دحين هيستنوا هذول سنين طويلة قبل ما تنشئ وزارة التجارة المعامل القادرة وتثبت الأجهزة وتركب الأجهزة القادرة على تحليل المواد القادمة إلينا من الخارج. يعني انا والمفروض بالعكس، يعني انا اذا بدات وزاره التجاره في الشيء هذا فهي تحمد عليه، وخليها ايضا بالنسبه للخريجين هذولا انهم
تدربهم على عملية الفحص على الأجهزة، لأنه الأجهزة اللي بيقيسوا بها كمية المواد الكيميائية اللي موجودة في الأطعمة المعلبات هذه يبغى لها أجهزة خاصة وأجهزة معقدة، نمرنهم على هذه الأجهزة، نهيئهم لهذه الوظيفة ويكون شيء حلو ممتاز. هل وزارة التجارة عندها استعداد أنها تخوض المجال هذا؟ نعم. طيب معنا عبر الهاتف مباشرة عضو مجلس الشورى الدكتور مازن خياط. أهلا وسهلا بك دكتور مازن. وزارة الصحة تؤكد أن خريجي الكيمياء الحيوية غير مؤهلين للعمل في مستشفياتها، هل توافق على هذا الرأي أم تختلف؟ وإن وافقت ما هي الحلول لمشكلة هؤلاء الخريجين؟ أنا أمسي عليك بالخير وعلى الإخوة المشاهدين والمستمعين الكرام. الحقيقة نحن دحين في المملكة العربية السعودية يعني بدأنا في ناحية تخصصات دقيقة، يعني نحن في حتى في العلوم الصحية اللي هم بيتدربوا وبيتعلموا في المستشفيات لازم يكون عندهم تخصص، سواء يكون تخصص مختبرات أو تخصص أشعة أو تخصص تخدير أو تخصص أجهزة طبية، يعني صار في تخصص دقيق. عشان كده المستشفيات ونرقى بمستوى الصحي في القطاع الصحي الحكومي والخاص، فإن ما نقبل إلا التخصصات الصحية اللي هو العلوم، علوم التخصصات الصحية. كليات العلوم طبعا هم وقعوا في مشكلة كانت فترة قديمة، إنهم هل يعينوا في المستشفى أو يعينوا في وزارة التربية والتعليم كمعلمين. هذه ولا أحد ما قبلهم الاثنين، لأنه الحقيقة يفتقروا من ناحية التريننج في التدريب في المستشفيات ما خاضوا، وفي نفس الوقت في التربية والتعليم يحتاجوا كورسات وتدريبات على مسائل التربية والتعليم والتدريب على التدريس. لكن يعني أنا الحقيقة أشد على يد إخواني وأخواتي اللي هم في كليات العلوم وخاصة في التيم الحيوية أو في الأحياء، في كثير من المجالات الحقيقة يعني يفتقر إليها البلد وممكن إنهم يعملوا فيها. يعني احنا نعرف انه هيئة الغذاء والدواء تعتمد على هذه التخصصات، نحن عندنا المصانع بكافة اشكالها وانواعها، الصيدليات، التحلية، وزارة التجارة، في عندنا يعني قطاعات كثير في امس الحاجة لهؤلاء الخريجين. عشان كده ما نكفر نحن الكليات، هذول الشباب والبنات اللي هم بيتعلموا في هذه الكليات بيتعلموا طريقة تحضير المواد الكيماوية، مدى سميتها، مدى يعني إيش الأضرار التي تجي منها، كيف طريقة المعاملة مع هذه المواد الكيماوية، لأنه تعتبر خطيرة إذا استخدمت بالاستخدام الخاطئ أو بتركيبة معينة ممكن ينتجوا ويبدعوا. يعني نحن ما ننتظر إنه أحيانا بس مجرد إنه يتخرج من الكلية وفقط يمكن هذا النهائي، لا، هو ممكن يروح يكمل دراسات عليا. ممكن في الآن عندنا وزارات مستحدثة جديدة زي الطاقة النووية، زي الطاقة البديلة، هذه كلها ممكن يستفيد منهم استفادة قصوى، ولا حيغطي العمل لا حق التخصصات الصحية ولا حقون التربية في هذا المجال اللي هو إحنا في أمس الحاجة كدولة صناعية نحتاجهم فيها. وإنهم إحنا دولة صناعية نعتبر، نعم إن شاء الله نحن نعتبر إلى حد كبير دولة بترولية وبننتج المواد البتروكيماوية وبنصدرها. نحن عندنا الجبيل واحد واثنين وثلاثة وينبع واحد واثنين وثلاثة ورابغ ومدن في بدر ومدن صناعية الآن بتقام، طبعا ما حد يشك في هذا الموضوع. ونحن لا بس هل وجود مدن يعني يعطينا أن إحنا مدن يعني بلد صناعي؟ احنا الان نحن ما بنصدر كل المواد البتروكيماويه، هذه مواد صناعيه مش بتروليه فقط. نحن الان بننشئ مصانع، نحن عندنا مصانع اسمنت، عندنا مصانع البان، عندنا اكبر شركه البان في العالم يعني بدون تسميه اسماء، عندنا المنتجات البلاستيكيه، عندنا التمور ومنتجات التمور، نحن بلد منتج ومصنع للتمور، وهذه يعتبر كلها مواد كيماوية ممكن يشتغل يعني منتج للتمور بس. طيب يعني وزارة الزراعة
لما بي بي في مسائل الأعلاف والأغنام والمواد اللي هي تعتبر مستهلكة، هذه كلها مواد كيماوية. شكرا دكتور مازن خياط عضو مجلس الشورى السعودي. دكتور محمد تعليق، وأيضا الحين الدكتور مازن عضو مجلس الشورى حط حلول، والدكتور علي حط حلول، وأنت أيضا طالبت بحلول وحطيت بعد حلول، لكن المحزن في القصة كلها ترى صوت الدكتور محمد يعني مقفل، أباكم تفتحون الصوت طول الوقت لكل الضيوف إذا سمحتوا. المحزن في الموضوع أقول لك دكتور محمد أنه اليوم الناس دول أصحاب المعاناة راح يخرجوا من هذه الحلقة بلا حلول. طبعا أنا الحقيقة ما بدوري أقدم حلول، أنا أبحث عنها مع الناس أحاول أوصل لها، لكن المسؤولين هم مسؤولين على الحلول. ليش يعني وصلت مشاكل الناس إلى 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 هذا المستوى من عدم الاهتمام؟ طبعا نتكلم عن هذا الملف في ملفات أخرى ثانية كرر مواضيعها يومين، ولكن لا أحد يهتم بالحلول. أولا تسمعني يا أخ علي؟ نعم أسمعك تفضل. أنا لا أتفق، يعني هذا رأي شخصي، أنا لا أتفق مع الأخ هاني في كون أنه مثلا تغلق لا أحد. أنا دكتور أعتقد مازن قصدك في أي مجال علمي يطالب بإغلاق مجال مثلا علمي بحثي مثل الكيمياء الحيوية، هذه جميع الدول تعتمد عليها اعتماد كبير، وهذا مجال جدا مهم ومجال حيوي. كون ان احنا لم نعرف كيف نوظف الناس الخريجين منه، هذا لا يعني انه مجال علمي مهم، هذه واحدة. الحاجة الاخرى، فلنترك المهندسين الكيميائيين في مجال الكيمياء الحيوية. نحن لدينا 150 مليار تقريبا من مشاريع البناء في المملكة في القطاع العام فقط وليس القطاع الخاص، ومع ذلك لدينا بطالة بين المهندسين المدنيين، ولدينا بطالة بين اللي نخرجهم حنا من المعاهد المهنية في مجالات الكهرباء والنجارة، لدينا بطالة في أحيانا بين الأطباء أنفسهم وكثير منهم لم يتعين، بينما احنا نجلب عمالة من الخارج ونجلب فنيين من الخارج ونجلب مهندسين من الخارج وشركات من الخارج وأطباء من الخارج. إذا مربط الفرس هو ليس ما تخرج الجامعات، ولكن إدارة سوق العمل اللي موجودة. نحن عندنا تناقض كبير جدا، يعني مثلا عندما نتكلم عن الأراضي، مثلا إذا احنا لم نقضي على الاحتكار فسوف تدفع الدولة آلاف المليارات لإيجاد مساكن. بالنسبة للعمالة، إذا لم تتخذ حلول قوية فستظل تدفع الدولة على حافز ونطاقات وغيرها. فهنا إشكال كبير. عادة وفي جميع شرائع الدنيا وفي جميع الأنظمة يكون الحل على حساب الجهة الأقوى، والجهة الأقوى في هذه الحالة هي المقاول ومحتكر الأرض والتاجر. هؤلاء يجب أن تحل المشكلة على حسابهم. يجب إذا أردنا أن نحل مشكلة البطالة باختصار، ولا لنا 20 سنة احنا نتكلم عن هالمشكلة هذه، باختصار يجب منع الاستقدام، ليس فقط منع الاستقدام، منع ممارسة الوافد في هذه المجالات. إذا وجدت أنا مثلا مهندس كيميائي حيوي يعمل في مستشفى خاص أو يعمل في شركة ما أو شركة أغذية، فمعناها أنا أغلق هالمنشأة هذه عنده في هالساعة هذه. واتخذنا حلول بهالشكل هذا سوف نجد أن البطالة تقلصت. أنا كتبت مقال الأسبوع اللي راح، وكان فيه صراحة شيء طريف جدا. يعني احنا قمنا الدنيا وقعدناها عندما تكلمنا عن بيع المرأة في مجال الملابس الخاصة فيها، وأيضا الكلام الكثير عن عدم قيادة المرأة، ولكن في نفس الوقت نحن نصدر للمرأة سجل تجاري في المقاولات، سجل تجاري في النجارة، سجل تجاري في كذا. يعني أنا بأسأل سؤال، إذا أن احنا نبي نصدر، أنا صراحة أحترم المرأة وأعتقد أن المرأة تستطيع أن تكون مقاول جيد، ولكن يجب أن نسمح لها أنها تعمل في المقاولات في حال أصدرنا لها سجل تجاري في المقاولات. ولكن إذا استمرنا بهالشكل، معظم السجلات التجارية هي لسيدات لا يمارسون العمل، فيكون إما أن يأتي وافد ويمارس العمل باسمهم
وهذا هو تستر، أو الزوجة الذي يكون موظف حكومي أصلا يقطع الرزق على أخيه السعودي الآخر حتى ما يعمل في القطاع الخاص، يعني يريد الحسنيين، يريد أن يعمل في القطاع العام ويريد أن يعمل في القطاع الخاص. نحن نستطيع لو أردنا، لو كان هناك إرادة قوية نستطيع أن نحل المشكلة هذه. لا يمكن أن يكون عندنا 8 ملايين وافد يعملون عندنا بينما عندنا 3 ملايين بطالة، هذا حسب الإحصائيات يعني الموجودة لدينا. لا متقدم على حافز، والدولة سوف تدفع على حافز مليارات الدولارات. هذه المليارات المشاريع الأخرى مثل التعليم والصحة والمستشفيات أحق فيها من أن يكون تمنح حتى تسمح لأحد أن يتستر على عامل. يعني يجب أن نحن ويجب أن لا يستثنى أحد في القرارات هذه، بمعنى أنه يجب أن نبدأ بالكبير قبل الصغير، إذا بدأنا بالصغار فقط فلن نحل المشكلة هذه. هذا كل ما عندي. نعم دكتور علي، بس في شيء أخير، هي إجابة تحذيرية شوي. حسب تصريح وكيل كلية الطب استاذ التشريح والطب الشرعي في جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد المنعم الحياني، قال لصحيفة الحياة 27 ديسمبر 2011، أنا 99% من مشارح الطب الشرعي تستخدم مادة الفورمالدهايد المسرطنة بحجة فعاليتها في حفظ الجثث على رغم آثارها الجانبية الخطيرة، وقال هناك مواد بديلة آمنة لم يتم استخدامها حتى الآن. إلى أين تقودنا مثل هذه المعلومات؟ وأيضا إيش المواد اللي ممكن تكون بديلة وما فيها ضرر؟ وشوف الفورمالين مادة مسرطنة متفق عليها الجميع، لكن إلى الآن أعتقد في رأيي أنه ما في مادة بديلة لها. لكن العلماء والخبراء في الاتحاد الأوروبي وفي أمريكا توصلوا حلول، أول مرة حددوا نسبة معينة للفورمالين لاستخدامه في المعامل بحيث أنه ما بيضيد الغرض ولا يضر بالإنسان، وهو على ما أعتقد أنه حددوا أقل من واحد جزء في المليون. الشيء الثاني، اخترعوا مادة يسموها معادلة للفورمالين، فورمالين نيوتراليزر سموها، وهذه تتحط على الفورمالين، تضاف على الفورمالين، تمنع تصاعد غاز الفورمالدهايد من الفورمالين. عملوا احتياطات ثانية اللي هي زي ما قلت لك السنسور اللي بيركبوه على الطلبة. أهم شيء في الموضوع التوعية، توعية طالب الطب أو طالب كلية العلوم لما يستخدم مادة الفورمالين كيفية استخدامها. يعني إذا ما كان عنده وعي بالمادة اللي استخدمها بخطورتها ممكن يعرض نفسه للضرر. إحنا ما عندنا إحصائيات، يعني أنا بشوف ما شاء الله يعني المملكة دحين عندها فتحنا أكثر من 17 جامعة، لكن أنا إلى الآن لم يطرح على النقاش موضوع مادة الفورمالين رغم خطورته، رغم أنه نوقش وأشبع نقاشا في دول أوروبا والغربية وأمريكا، لكن إلى الآن إحنا ما طرحنا للنقاش. في أجهزة في ألمانيا الآن، الطاولات حقت التشريح بيركبوا فيها زي شفاطات للهواء بحيث انه ما تطلع ريحه للفورمالين في المعمل. يعني في حاجات كثيره جدا الناس بيعملوها، لكن ما في ماده تدي فيه الكحول، بس الكحول يتبخر ولا يجلس. لكن لا يمكن ابدا نقول انه في ماده غير الماده هذه ممكن انها يعني غير الفورمالين انها قادره على حفظ، خاصه الجثث الادميه. الجثث الادميه لابد انها سوكت وتشبع بماده الفورمالين. بس نعم. لازم يكون، لازم في كل معمل يكون في واحد متخصص عن مدى انبعاث غاز الفورمالدهايد من الفورمالين اللي موجود في الجثث. شكرا للدكتور علي عشقي، وهو استاذ علم البيئه في جامعه الملك عبد العزيز، وايضا شكرا الحقيقه للدكتور محمد العبد اللطيف، وهو الاكاديمي والكاتب الصحفي في صحيفه الجزيره، وايضا شكرا لعضو مجلس الشورى الدكتور مازن خياط الذي كان معنا في مداخله هاتفية. نلقاكم بعد الفاصل.